انظر لبذرة أسرة والخير ملء يمينها، تمتد جيلا بعد جيل بصلاحها وبدينها. لك أجرها يا محسنا ساهمت في تكوينها، ساهمت في تكوينها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه الهادي المصطفى. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين الكرام، حيثما كنتم وأينما كنتم، نحن وإياكم اليوم في ليلة مغمرة بالبهجة والسرور، ليلة الفرح، ليلة الأنس، ليلة العمر. هي ليلة ينتظرها كل شاب على هذه الأرض، ولكننا نتميز اليوم في ليلة هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم. 1400 عريس يشاركون هذه الليلة بزفة هي الأكبر، تنظمها الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتأهيل الأسري، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وتشريف وحضور كريم من صاحب السمو الملكي الأميرة مشعل بن ماجد. أعزائنا المشاهدين، كونوا معنا، فاصل ونعود إليكم. انظر لبذرة أسرة والخير. زواجك في عام 1440، جدة تفرح فيك في فرحها. فرح جدة برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، يوم الخميس 22 من ذي القعدة 1440. سارع بالتسجيل وحضور البرنامج التدريبي لتكن أحد العرسان المشاركين واحظى بفرصة الفوز بإحدى الهدايا الكبرى. شقة تمليك سيارات موديل 2019، أطقم ذهب، والعديد من الهدايا القيمة لجميع المشتركين. سجل الآن جمعية زواج. انظر لبذرة أسرة والخير ملء يمين. صراحة الموقف في هذا المكان جميل، مهيب، موقف فرح، موقف أنس، ليلة نرجسية تتغنى بها مدينة جدة عروس البحر الأحمر. فبهذه اللحظة وبهذا الأنس الذي تنظمه جمعية زواج، تخيلوا معي أعزائنا المشاهدين الكرام، 1440 عريس، 1400 عريس معهم آباء وأمهات وفريق، كل هذا الكم يتشاركون الفرحة لهذا اليوم. يسرنا في هذه اللحظة أن نستضيف أحد المبتهجين في هذه الليلة، أحد العرسان اللي يشاركون الفرحة بهذا اليوم. عرفنا عن نفسك أخوي الكريم. محمد بن أحمد حسن حميد. أخوي محمد، طبعاً وإنت اليوم عريس وتشارك الفرحة في هذا اليوم والكل معاك من الأهل والأحباب، مشاعرك في حفل الزواج؟ أولاً أتقدم للجمعية بالشكر الخالص على إعانتهم، وكذلك أشكر مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين على تهيئة مثل هذه الجمعيات، وكذلك أمير منطقة مكة المكرمة المستشار الأمير خالد الفيصل حفظه الله وبارك الله في جهوده، وأميرنا اليوم الأمير مشعل بن ماجد حفظه الله، أوصاف لا تكاد أن توصف مثل هذه الليلة، ليلة فرح، ليلة أنس، ليلة إكمال النصف الثاني من الدين. فهي والله ليلة يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما وفي خير، ليلة صراحة لا تكاد أن توصف من الفرح، من البهجة، من الأنس، من يعني الوطن كله اليوم معنا ولله الحمد والمنة. جميل جدا، وأنتوا اليوم في هذا اليوم شاركونا الفرحة. الفرحة حتختم اليوم بهذه الزفة، لكن هي مشاعر فرح وأنس للجميع، وكلنا معكم اليوم نرتقي بهذه الفرحة بحضور سمو الأمير. ننتقل وإياكم الآن أعزائنا المشاهدين إلى انطلاق الحفل وحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، كونوا معنا. انظر لبذرة أسرة والخير. عمي، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الله الله بقول لك كلافة.
عمي خفف علينا المهر واشتري رجال قول وفعل. الله الله بقلوا الكلام. انظر لبذرة أسرة والخير ملو. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حيا يلا يا شيخ يلا حيا السلام عليكم. تمتد جيلا بعد جيل بصلاحها وبدينها لك أجرها يا محسنا ساهمت في تكوينها ساهمت في تكوينها. انظر لبذرة أسرة والخير ملء يمينها تمتد جيلا بعد جيل بصلاحها وبدينها لك أجرها يا محسنا ساهمت في تكوينها ساهمت في تكوينها. السلام الملكي سارعين للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر واهتدي الله أكبر يا موطني موطني عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن. صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود محافظ جدة أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة حضورنا الكريم عرسان حفلنا هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة حتى الطير غرد وهلا الليلة حتى الطير غرد وهلا ملا الهبايب بل فرح للمهنين. الليلة بحضوركم ألف معنى في فرح جدة يا أهلا ملايين. في ليلة استثنائية تأنقت بالفرح والمحبة في فرح جدة في نسخته العشرون الذي يأتي برعاية من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. وحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة. وتنظيم جمعية زواج بجدة. خير بداية آي من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأستاذ عبد الله سمرقندي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
رحمة إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. صاحب السمو حضورنا الكريم، فرح جدة العشرون والذي ينطلق بحلته الجديدة خلال هذا العام، والذي يحتفي ببناء أسرة قادرة على صناعة الحياة مواكبين تطلعات المملكة، محققين أفضل مستويات النجاح والجودة. نترككم الآن مع زفة العرسان في حارة الوفاء. عروس البحر يا جدة أيادي خير ممتدة، عشقناها بشواطئها وعشقنا كل شي فيها، وطيبة أهلها الحلوين تجمل وتحليها، وخلونا نشوف اليوم نموذج للوفا فيها، نموذج حي لأهل الخير في حارة من حواريها. واترككم تشوفوها عسى تستمتعوا فيها.
أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. هلا 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 هو يا مال. هلا 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 هو يا مال. هلا 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 هو يا مال. هو يا مال هو يا مال هو يا مال هو يا مال. أحلى عدني وشاهي أحبابي يا أهل الحارة. هو يا مال مع الصباح الباكر تسعدني هذه الزيارة. هو يا مال أحلى دني وشاهي بابي يا أهل الحارة. هو يا مال مع الصباح الباكر تسعدني هذه الزيارة. هو يا مال أعطيني قهوة مظبوطة مرة واحد زيه سكر وبرة. أبشر أحلى قهوة وأحلى مزاج لأحلى اثنين وما يحتاج. وجاي في الحال جاي في الحال. هو يا مال هو يا مال هو يا مال هو يا مال. حارت الوفا والكل سعيد عمرك ما تلقى فينا وحيد. نخوة وشهامة وحب شديد يحط الإيد فوق الإيد. اتعودنا حب الخير صدق من قال جد غير. لسه ترى ما شفتوا شي دحين تشوفوا واقع حي. لسه ترى ما شفتوا شي دحين تشوفوا واقع حي. يا رب يا رب عفوك كم إثم رفعت على كتفي وكم سوءة وكم سوءة في القلب تؤذي. أتيت عند رجاء فيك يا أملي رجاء مثلي برحمن سيكفيه. هذه ذنوبي فمن يعفو سواك يا أملي. أنت العفو أنت العفو وما خاب الرجاء فيك يا 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 رب. منصور منصور شكلك مو عاجبني اليوم ضايق صدرك كده مهموم. قل لي ايش عندك وانا اخوك فزع خدمك شي لزوم. موضوعي عند عم عباس اتقدمت لبنته يا ناس. طلبني طلبات صعبة عليا لو كانت بنته حورية. ابني فيلا جيب سيارة اطقم وخاتم كم سوارة وانا مقدر على هذا يا شيخ. فرحي يعني كله خسارة فرحي يعني كله خسارة. مسكين منصور مسكين وما تهنى في حياته. عمي هلكني بالطلبات نفت له كل طلباته. مسكين منصور مسكين وما تهنى في حياته. عمي هلكني بالطلبات نفت له كل طلباته. جواله سيارة ياهو ومضلل استارة ياهو. جواله سيارة ياهو ومضلل استارة ياهو. وعشى على حسابي يا لطيف يومين في الحارة. لا 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 وعشى على حسابي يومين في الحارة. مسكين منصور مسكين وما تهنى في حياته. عمي هلكني بالطلبات نفت له كل طلباته. مسكين منصور مسكين
وما تهنى في حياته. عمي هلكني بالطلبات، نفذت له كل طلباته. من جاك ترضوله دينه واخلاقه من بعد دينه، من جاك ترضوله دينه واخلاقه من بعد دينه. لا تكثروا له في الطلبات وادعوا له الله يعينه، لا تكثروا له في الطلبات وادعوا له الله يعينه. وإن شفت بنتك عروسة حارب معها العنوسة، وإن شفت بنتك عروسة حارب معها العنوسة. واسعدها لو جاك ابن حلال على قد حاله وفلوسه، واسعدها لو جاك ابن حلال على قد حاله وفلوسه. قاعة وقصر كبير ذبايح وأكل كثير، قاعة وقصر كبير ذبايح وأكل كثير، كل شيء بزيادة يا لطيف يا ناس للتبذير. لا 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 لا. كل شيء بزيادة يا ناس ترى ما يصير. مسكين منصور مسكين وما تهنى في حياته. عمي هلكني بالطلبات، نفذت له كل طلباته. مسكين منصور مسكين وما تهنى في حياته. عمي هلكني بالطلبات، نفذت له كل طلباته. يهو يهو منصور يحتاج فزع يا ناس، يلا نقنع عم عباس، يلا نقنع عم عباس وناخذ ونعطف كلمة راس، يلا نقنع عم عباس وناخذ ونعطف كلمة راس. لا 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 لا. خليكم يا شيخ خليكم، انا بنفسي قلت اجيكم. خليكم يا شيخ خليكم، انا بنفسي قلت اجيكم. تبغوا تقنعوني في ايش؟ هذه خصوصيه معليش. تبغوا تقنعوني في ايش؟ هذه خصوصيه معليش. لي 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 يا عباس كده لي 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 لي، كثر طلباتك عليه. لي 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 يا عباس كده لي 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 لي، كثر طلباتك عليه. منصور على قد حاله، أنا في حالي هو في حاله. منصور على قد حاله، أنا في حالي هو في حاله. ولد الحارة منا وفينا، بكرة يجيني عريس بداله. ولد الحارة منا وفينا، بكرة يجيني عريس بداله. خفف عنه يا عباس، طلباتي زي كل الناس. خفف عنه يا عباس، طلباتي زي كل الناس. بس الطلبات هذه صعبة، بنات الناس ما هم لعبة. تعبت وربيت وشقيت، تبغوني بسهولة رضيت. تعبت وربيت وشقيت، تبغوني بسهولة رضيت. وافق يا عباس وافق، سمعنا كلمة موافق. وافق يا عباس وافق، سمعنا كلمة موافق. وافق لا وافق، تعبت وافق لا وافق، ربيت وافق لا وافق، شقيت وافق لا وافق لا. طيب خلاص موافق موافق موافق. وهنا انتهت حكايتنا، روح الوفا عادتنا. وهنا انتهت حكايتنا، روح الوفا عادتنا. لا تسألوا وتقولوا كيف جدك إذا عودتنا، لا تسألوا وتقولوا كيف جدك إذا عودتنا. كيف القصة عجبتكم؟ مو انتو الناس الطيبين القصة عجبتكم؟ لا يراوينا لا يراوينا، ما انتهت قصتنا بدت الآن سمرتنا. ما انتهت قصتنا بدت الآن سمرتنا، فالشكر لله العالي ثم لهذا الوطن الغالي. فالشكر لله العالي ثم لهذا الوطن الغالي. شكرا جدة حبيبتنا قدمتي جمعيتنا، شكرا جدة حبيبتنا قدمتي جمعيتنا. وآه يا جمعيتنا، وآه يا جمعيتنا.
أسرة أسرة والخير ملء يميني. لا شك أن العمل الخيري هو من ركائز المجتمع، وهو من الأساس ما يمليه علينا ديننا، والتراحم بين أفراد المجتمع لن يأتي إلا بخير. العمل الخيري أعتقد أنا أن فيه راحة للنفس، وفيه شعور بالمواطنة والتراحم بين أفراد المجتمع. لم تزل المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه موطن العز والنماء والازدهار في كل المجالات. وها نحن اليوم في هذا العهد الميمون، عهد ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، أصبحنا أنموذجاً فريداً يحتذى به بين الأمم. الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج محافظة جدة قد حققت إنجازات ضخمة، وقد بلغ عدد المستفيدين من خدماتها منذ التأسيس حتى اليوم 90,000 شاب وفتاة. وقد تضمنت هذه الخدمات برامج تدريبية وتأهيلية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، ساعدتهم من إنشاء أسر مستقرة. وقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الله عز وجل، ثم بفضل البيئة الإيجابية التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين سيد الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، بدعم العمل الخيري كرافد من روافد التنمية في المملكة العربية السعودية. جمعية زواج بجدة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسجلة برقم 361، قصة إنجاز وتأسيس عنوانها 90,000 شاب وفتاة ينعمون بحياة زوجية سعيدة امتدت إلى أكثر من 30 عاماً في تيسير الزواج، وراعي نشأتها وأول رئيس فخري لجمعية زواج صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز طيب الله ثراه. فإن المؤسسين المهتمين بأمر هذه الجمعية من أصحاب الفضيلة العلماء والقضاة وأصحاب السعادة، رجال التعليم في الجامعات وبالتربية والتعليم، ومن الأطباء ومن رجال الأعمال، أدركوا أهمية الشباب في المجتمع، وأنهم هم أمل الأمة، وأنهم هم رجال الغد، وأنه لا بد من احتوائهم، وأنه لا بد من الاهتمام بهم، وأن أول ما يمكن أن يهتم به نحوهم هو الزواج. فجمعيتكم منذ نشأتها في عام 1409 حرصت على العمل بجد واحتراف، وشاركت في زواج أكثر من 90,000 شاب وفتاة، وقدمت لهم البرامج التدريبية والهدايا والتخفيضات والهبات العينية والقروض الحسنة والمساعدات المادية، كل ذلك بمشاركة أبناء الوطن باستقطاعهم من دخلهم مع شركاء النجاح الذين وثقوا في الجمعية وجعلوا إنفاقهم في إسعاد الشباب والفتيات وتكوين أسر ناجحة مستقرة على مدار تلك الأعوام. واليوم وبعد 30 عاماً تشهد الجمعية نقلة نوعية مستندة إلى الدراسات والبحوث العلمية، مطبقة أحدث التقنيات وأنظمة العمل من أجل تيسير الزواج. ماضون معاً بكل ثقة نحو مسيرة التنمية المستدامة في تحقيق الرؤية لتعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج من خلال تعزيز دور الأسرة. جمعية زواج بجدة. ساهمت في تكوينها. جيبوا المأذون والجسيس، شبوا الأتاريك والفوانيس، ولعوا في الحارة الأنوار، زقاق زقاق ودار دار، تفرح جدا اليوم بزواجك، كل الناس فرحانين والجمهور جاء علشانك، هذا فرح جدا العشرين، تفرح جدا اليوم بزواجك، كل الناس فرحانين والجمهور جاء علشانك، هذا فرح جدا العشرين. هلا 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 هو يا مال، هلا هلا
هلا هلا هو يا مال، هلا 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 هو يا مال، 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 هلا 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 هو يا مال، هلا 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 هو يا مال، هو يا مال. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي، ألف الصلاة ألف الصلاة يا فرح جدا، جيتي بمودة وبكل سنة وبكل سنة ترسم البسمة. فتحت زهري في قلبي يا مزني هالطال لولاك يا عيني، ما فتحت زهري في Hey, 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 hey.
الناس تروينا وجدة بالفرح تشرق ضوى نورها فينا عيون النور تسبينا وبالإحساس تروينا وجدة بالفرح تشرق وضوى نورها فينا في ليلة عمري فتانا وبالعرسان فرحانا يغني الطير بالحانا لهم وحيا ليالينا في ليلة عمري فتانا وبالعرسان فرحانا يغني الطير بالحانا لهم وحيا ليالينا يغني الطير بالحانا لهم وحيا ليالينا الإحساس تروينا وجدة بالفرح تشرق وضوى نورها فينا عيون النور تسبينا وبالإحساس تروينا وجدة بالفرح تشرق وضوى نورها فينا سفاف وندة زهورة وفاح الكل بعطورة وينقل الوفا صورة يضم القلب وتعينا زفاف وندة زهورة وفاح الكل بعطورة وينقل الوفا صورة يضم القلب وتعينا وينقل الوفا صورة تضم القلب وتعينا الإحساس تروينا وجدة بالفرح تشرق وضوى نورها فينا عيون النور تسبينا وبالإحساس تروينا وجدة بالفرح تشرق وضوى نورها فينا يقدم بالسعاد باقة بكل الحب وشواقة على القلبين براقة وحققنا مالينا وشوف الأنس بعيونا وعين اللي يحبونا حلم جادت بهم زونا وكمل بالهنا دينا حلم وكمل بالهنا دينا بالفرح تشرق وضوى نورها فينا عيون النور تسبينا وبالإحساس تروينا وجدة بالفرح تشرق وضوى نورها فينا جاني بالضياء في سمايا بالأمان وروح خافقي لنقوى بعد ما الشوق سوى في خفوقي سوايا في خفوقي سوايا رح جدة غشانا بالسعد واحتوانا حبي يمطر هوانا من سحاب البداية روحي ضمت بروحي ودي وطفت جروحي ليلي فيها صروحي غنت أحلى حكاية غنت أحلى حكاية يا طيور التهاني رفرفي بالأغاني قدري لحظة
الأحلام جاني بالضياف سمايا في الأمان وروح خافقي لنضوى بعد ما الشوق سوى في خفوقي سوايا في خفوقي سوايا والزواج اكتحلنا والهوانا وصلنا واحتفلنا بأملنا في جميع الزوايا حضن صرنا عشانا بالغرام وغلانا وارتمينا فمانا بالعشق في النهاية بالعشق في النهاية يا طيور التهاني رفرفي بالأغاني قدر الأحلام جاني بالضياف سمايا بالأمان وروح خافقي لنضوى بعد ما الشوق سوى في خفوقي سوايا في خفوقي سوايا بيني ضحكة ولعبة يغمرك بالمحبة بين قلبين قلبه من الحسن آية يا وطن ما نسينا يرضي فيها ربينا يوم تغرس بدينا في ربى البدل راية في ربى البدل راية يا طيور التهاني رفرفي بالأغاني قدر الأحلام جاني بالضياف سمايا بالأمان وروح خافقي لنضوى بعد ما الشوق سوى في خفوقي سوايا في خفوقي سوايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فرحنا والحمد لله سعدنا نثرنا ورود الهنا وقدمنا التبريكات والمنى وأبسطنا النفوس حتى بدت الابتسامات على الوجوه سعيدة مشرقة فماذا بعد؟ ماذا بعد؟ إلى العرسان الحاضرين وإلى كل أب سعيد بزواج ابنه وإلى كل أم سعيدة بزواج ابنتها ماذا بعد فرحتكم وماذا بعد عقد زواج أبنائكم إنه الميثاق لم تنتهي القصة بعد أمامكم حياة جديدة تروي تفاصيل الحكاية وتسطر معاني الجمال والحب والوفاء والآن مع وثيقة حياة العريسين مع العريس فيصل بن محفوظ ميثاق حياء عهد وميثاق مبني بالتمسك بالدين والآداب والتعاون على البر والتقوى والرحمة والإحسان وغرس المحبة والتقدير والاحترام والمعاشرة الحسنة بالرفق واللين وتبادل الثقة وحسن الظن والتغافل عن التقصير والزلات والحوار الهادئ المتبادل ورعاية الحقوق والواجبات وتقوية أواصر العلاقات الأسرية والاجتماعية وحسن الصلة مع الآخرين تأسياً بسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنهنى بزواج سعيد وحياة مستقرة ناجحة لبنة صالحة إن حضوركم هذا دليل على فرط كرمكم فأنا حينما أذكر الكرم ترتسم أمامي ملامح مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
فأنحني وأحني جبين كلماتي لقامته الشاهقة الباسلة مثلاً للإنسان العربي المسلم الذي أعطى هذا الوطن وجدد في هذا الكيان ومنحنا فرصة العيش فوق ثراء هذا الوطن. فنحن جميعاً أسرة سعودية واحدة تعيش على ثراء هذا الوطن. حضورنا الكريم صاحب السمو، بلغ عدد الشباب والفتيات الذين شاركتهم الجمعية فرحتهم حتى الآن 90,000 شاب وفتاة، ثمار عمل دؤوب حرصت الجمعية على العمل فيه بشكل احترافي لمساعدة الشباب على الزواج وبناء أسر مستقرة ونشر ثقافة التيسير وتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج خلال شراكة فاعلة. الكلمة الآن لسعادة رئيس مجلس إدارة جمعية زواج بجدة الأستاذ أحمد بن صالح آل سلطان العمري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، أبناء العرسان والأهالي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ونيابة عن أعضاء جمعية مساعدة الشباب على الزواج ونيابة عن أبناء العرسان أن نرحب بكم يا صاحب السمو في هذا الحفل المبارك، ولقد تفضلتم بتشريفنا احتفالاً بزواج عدد 1440 شاب من أبناء محافظة جدة ومشاركة سموكم فرحتهم والتي ستكون ذكرى جميلة في حياتهم. صاحب السمو الحفل الكريم، يطوب لي أن أعلن في هذا الحفل المبارك عن نتائج عدة دراسات أجريت على عدد من أسر المستفيدين من خدمات الجمعية، فقد اتضح أن نسبة 95% من أعداد الأسر التي أجريت عليهم الدراسة بعد مضي عامين على الزواج تعيش حياة سعيدة مستقرة، وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ثم للدورات التأهيلية دور في ذلك. ونتيجة لهذه النتائج الإيجابية، فقد قامت الجمعية ابتداء من هذا العام بفتح باب الالتحاق لهذه الدورات لجميع العرسان والعرائس في محافظة جدة، لا سيما أن نسبة عدد المستفيدين من خدمات الجمعية في المحافظة يساوي 11% من مجمل عدد الزيجات في المحافظة حسب إحصائيات 2018. وقد بلغ عدد الملتحقين بالدورات التأهيلية خلال عام 1440 قرابة 3,000 عريس وعروس. وبفضل الله عز وجل، فقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية حتى عام 1440 ما يزيد عن 90,000 شاب وفتاة، وذلك منذ أن تأسست وأعلن انطلاقتها صاحب السمو الملك الأمير ماجد بن عبد العزيز رحمه الله، حتى أضحت الجمعية كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صاحب السمو الحفل الكريم، تحظى جمعية مساعدة الشباب على الزواج وكسائر المشاريع الخيرية في هذا البلد المعطاء بالدعم والرعاية الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده. وقد تضمنت رؤية 2030 أن يكون العمل الخيري الغير ربحي عنصراً رئيساً في تحقيق أهداف الرؤية كأحد أهداف
وروافد التنمية في المملكة. وأشير في ذلك إلى الدور الرئيسي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في مركز التنمية الاجتماعية في محافظة جدة لدعمهم ومتابعتهم المتواصلة لأعمال الجمعية. وبفضل الله عز وجل فقد حصلت جمعية مساعدة الشباب على الزواج على نسبة 100% ضمن الاعتماد المؤسسي في معيار المساءلة والشفافية من خلال التقييم المعتمد من وزارة العمل. كما حصلت الجمعية على مستوى النضج القانوني في تطبيق أداء قياس الالتزام القانوني. صاحب السمو، إن الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لجمعية الزواج لهو داعم أساسي في إنجاح دور الجمعية وتحقيق رسالتها. كما أن مواصلة الجمعية لأدائها لمهامها وما تحققه من إنجازات ما كان يتحقق لولا توفيق الله ثم دعم واهتمام ورعاية سموكم الكريم. كل ذلك بفضل الله قد أكسب الجمعية الثقة لدى المجتمع والأهالي بمحافظة جدة ليقدموا مساعدات جزلة حباً وعطفاً ولطفاً منهم لدعم أبنائهم وبناتهم من شباب جدة ليتمكنوا من تحقيق أحلامهم بزواج ناجح مبارك بإذن الله. أبنائي العرسان، نبارك لكم الزواج، وأنتم بفضل الله تعالى قد حققتم المنال وأكملتم نصف دينكم. وهنا أود أن أذكر بوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. وبهذه المناسبة يسرني أن أقدم الشكر والتقدير لجميع الداعمين للجمعية من مؤسسات حكومية ورجال أعمال وأفراد، وفي مقدمتهم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وكذلك الغرفة التجارية. كما يسرني ونحن في نهاية فترة مجلس الإدارة الحالي أن أقدم الشكر والتقدير لأعضاء المجلس على ما قدموه من جهود لخدمة الجمعية، والشكر موصول لإدارة الجمعية والموظفين والموظفات وفي مقدمتهم المدير التنفيذي الأستاذ زياد فلمبان لجهودهم الجليلة. كما أشيد بفريق العمل المنظم لهذا الحفل وللرعاة الذين تولوا رعاية هذا الحفل المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله. أدعو سموكم الكريم للتفضل لتقديم الجوائز والدروع. مجموعة اسم القابضة الأستاذ عبد الله بن راجح الشهراني. شركة المرجان القابضة المستشار السيد محمد حسين باروم. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ محسن بن دخيل القحطاني. مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع الأستاذ عبد اللطيف بن عبد الله النقلي. الغرفة التجارية الصناعية بجدة الأستاذ عمر باحكم. شركة البيك للأنظمة الغذائية الأستاذ بسام بن عدنان السيوفي.
شركة محمد يوسف ناغي للسيارات هونداي الأستاذ وليد سمسم. شركة أبناء إسماعيل أبو داود التجارية المحدودة الأستاذ يوسف محمد الرابغي. شركة المراعي الأستاذ عبد الرحمن مزيد الحويفظ. فندق الدار البيضاء الأستاذ عبد العزيز حبيب خوجة. الخطوط الجوية العربية السعودية الأستاذ عبد العزيز بن سليمان المعيوف. مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الأستاذ عبد الله بن سليمان الحسون. شركة هادية عبد اللطيف جميل المحدودة الأستاذ عبد العزيز محمد البركاتي. مؤسسة عبد الله بن إبراهيم السبيعي الخيرية الشيخ عبد الله بن إبراهيم السبيعي. مؤسسة الجميح الخيرية الأستاذ بندر بن إحسان الأمير. شركة الزقزوق للأجهزة المنزلية الأستاذ عبد الإله بن أحمد الطيب. شركة الجفالي وإخوانه الأستاذ فؤاد مشتاق. سعادة الشيخ علي بن حسين بن حمران الأستاذ حسين علي بن حمران. سعادة الشيخ حكمة سعد الدين عبد الحميد الزعيم. الشيخ عبد الله بن أحمد أبو حسين. مجموعة بغلة في الظافر القابضة الأستاذ عبد الرحمن بانوير. سعادة مدير أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الأستاذ عصام بن عثمان الشعلان. شركة إسناد المحدودة الأستاذ عبد الله العمري. مؤسسة مصداق العالمية للأثاث الأستاذ عبد الرحمن بن ناجي عبد المولى. تكريم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة. وأيضاً
تكريم أعضاء مجلس الإدارة سعادة الدكتور عبد الله بن أحمد بن سعيد متبولي نائب رئيس مجلس الإدارة. سعادة المهندس سعيد بن خميس الزهراني عضو مجلس الإدارة. سعادة المهندس منصور بن أحمد صبري عضو مجلس الإدارة. سعادة الأستاذ محمد بن خلف الغامدي عضو مجلس الإدارة. سعادة الأستاذ أحمد بن صالح آل سلطان العمري رئيس مجلس الإدارة. والآن نستأذن سموكم بأخذ الصورة التذكارية مع عرسان وأعضاء مجلس الإدارة وعرسان حفلنا لهذا المساء. شكراً يا صاحب السمو على تشريفكم ودعمكم ومشاركة أبنائكم شباب جدة في هذا الفرح البهيج الذي تنظمه جمعية زواج بجدة، وهذا الدعم يعطي مؤشراً حقيقي بالرغبة الملحة من القيادة لدعم شباب هذا الوطن لمواكبة رؤية المملكة 2030 في زيادة نمو اقتصادي وحيوي وبناء أسرة قادرة على زيادة التنمية في هذا الوطن الكبير. تشرق من جديد والهواء صبحه سعيد والعريس حقق طموحه يا عسى عمره مديد يا عسى عمره مديد. شمس تشرق من جديد والهواء صبحه سعيد والعريس. وفي مجازات في تيسير الزواج لعام 2018 تم تدريب ما قبل الزواج 2500 متدرب ومنح قروض 7.7 قرض والزكاة ما يعادل 2089 مستفيد والأثاث 1287 منزلا والمستلزمات العرسان 1323 خدمة بالإضافة إلى التخفيضات التي وصلت إلى 681 خدمة بإجمالي الخدمات المقدمة خلال عام 2018 لتصل وتكسر حاجز 8517 خدمة. شكراً صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد لتشريفكم واحتفائكم بعرسان جدة. جدة الليلة غصون من الفرح وانغام وانسام وقوافي. شكراً. راقبوا الشاشة وعينكم على الأرقام اللي موجودة معكم. الآن يبدأ خمسة وتسعين تركي يحيى كعبي 95 الجائزة الثانية عبارة عن ليلة أيضا بفندق إيلاف 572 عبد الله سامي بثابت
أبغى أشوف العشرة الفائزين يتشرفون معنا على على الستيج إذا سمحتوا، اللي ظهرت أسمائهم. كمل السحب عينكم على الشاشة. 716 سلطان موسى خرمي، حيو. يا عسى عمره جديد، شمس تشرق من جديد، والهوى صبح سعيد، والعريس حقق طموحه، يا عسى عمره مديد. الرابع كمل. اقربينا يا طيور ورددي لحن السرور. 15 ايمن محمد سعيد. صبحة الحلم البعيد، شمس تشرق من جديد، والهوى صبح سعيد. نكمل. العريس حق الطموحة، يا عسى عينكم هالشاشة. ثمانمية وستة وسبعين نواف عطية الحربي. الأمل غيثه طال، وسعد قبل وطال، ليلة معرسنا البطال، طوع الصعب العنيد. الليلة السادسة نكمل. الأمل غيثه طال، وسعد قبل وطال. 744 عبد الرحمن شجاع المعبدي. كيكة الحافل هناك، والصبر حقق مناك، تبطف الليلة جناك، وحضن العمر الجديد. الجايزة رقم 7. 781 عبد العزيز صالح السبيعي، حيو. الافراح اسير، ودع الهم العسير، سير البهجة اسير، باركك ربي ويسير. نكمل. ثمانية. سير الافراح اسير. 573 عبد العزيز ابراهيم المغربي، باركك ربي ويزيد، يا عسى عمره بديت. شمس تشرق من جديد، والهوى صبح سعيد، العريس حقق طموحه، يا عسى عمره مديد. شمس تشرق من جديد، والهوى صبح سعيد، والعريس حقق طموحه. نكمل العدد. الفائز التاسع معانا، عينكم على الارقام. 180 بندر فيصل عبد الرشيد بنقالي، حيو. الجائزة الأخيرة عندنا الرقم 565 عمر حامد محمد. تشرق من جديد، والهوى صبح سعيد، والعريس حقق طموحه، يا عسى عمره مديد. طبعا ادعو سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية زواج الأستاذ أحمد بن صالح آل سلطان العمري ليشرفنا على الستيج. اقربينا يا طيور ورددي لحن السرور، افتحي له يا بدور صفحة الحلم البعيد، شمس تشرق من جديد، والهوى صبح سعيد، والعريس حق الطموحة، يا عسى عمره مديد، يا عسى عمره مديد. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا يا لا.
الأمل غيثه طال وسعد قبل وطال ليلة معرسنا البطال طوع الصعب العنين يا عسى عمره بديد الأمل غيثه طال وسعد قبل وطال ليلة معرسنا البطال طوع الصعب أيضا نرحب بسعادة الدكتور عبد الله بن محمد سعيد مدفولي ليشارك أيضا في تسليم الهدايا والجوائز. طبعا العشرة عرسان اللي فازوا طبعا بليلة من فندق إيلاف يتفضلون بالسلام واستلام هدايا. وين العشرة أسماء شباب؟ يا عسى عمره بديد يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا الافراح سير ودع الهم العسير سيل البهجة اسير باركك ربي ويزيد يا عسى عمره بديد سير للافراح سير ودع الهم العسير سيل البهجة اسير باركك ربي ويزيد يا عسى عمره بديد شمس تشرق من جديد والهوى صبح سعيد والعرس حقك طموحه يا عسى عمره مديد شمس تشرق من جديد والهوى صبح سعيد والعرس حقك طموحه يا عسى عمره مديد يا عسى عمره مديد يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا يا لا شمس تشرق من جديد والهواء طبعا المفاجأة انه كل العرسان لهم هدايا اليوم يعني كل العرسان ان شاء الله الجمعية ستقدم هدايا لكم كلكم ننتقل لستة أطقم ذهب لستة عرائس مقدمة من مجوهرات حسن محمد بن سلمان طيب ركزوا معانا الطقم الأول نسحب على الرقم خمسمائة وأربعة ثمانمائة وأربعة وثمانين حمد محمد الهلالي يتفضل والفرح غيث هما والفرح غيث هما العروس اليوم تتباهى بجنة وين حمد والعريس الشوق جاوز كل حدا والحنايا عشبت والقلب أخضر والنوايا موجود ولا نروح لواحد ثاني نسحب ها موجود حمد الهلالي حاول يلا طيب الطقم الثاني طبعا هذا مقدم للعرايس يستلم نيابة عنها العريس ألف 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 مبروك حمد محمد الهلالي نسحب الرقم الثاني كمان عشان عامل الوقت الجوائز كثيرة والرقم 868 يا الله عماد دخيل الله السلمي حيو وين عماد أشوف كذا وين التحايا وين حيو الجهة الأكثر تصفيق راح تكون لها جائزة خاصة مني أنا سبغى اسمع شوي حياك ردد الافراح يا حروف اسحب الرقم الثاني مبروك الف الف مبروك الف وثلاثمائة وتسعة وثلاثين اسماعيل عبد الرحمن بهكلي وين
سلال هيو يستاهل والفرح غيث حما والفرح غيث حما الفرايد صفحت كف الأغاني والمشاعر همست يلا يا شباب عشان عمل الوقت رقم أربعة نشوف المحرك إسماعيل وصل حيو إسماعيل مبروك يا إسماعيل 21 مهند عمر رفقي وينك يا مهند وين شوف مهند وين كل لحني والتفي له يا سما عرسنا الليلة السما والفرح غيث هما والفرح غيث هما هني السامع تحية وين الشباب ماني سامع هناك الجهة الأكثر تحية رح يجيها هدايا أكثر أسمع ما أدري عشاني ماني قريب منكم يعني وما أسمعكم أبغى أسمعكم لحالكم أشوف آخر جائزة وآخر طقم ذهب مقدم للعرائس يستلمها نيابة عن كل عروسة العريس وألف ألف ألف مبروك الطقم الأخير نشوف الرقم 25 وين نص الخمسين كم وين عمر عبد الله الشهري هالمرة راحت النماص الجائزة الجائزة راحت للنماص الشهري آخر طقم ذهب ردد الأفراح يحرفي وغني وانذري عطر الهوى في كل لحني مبروك عرسنا الليلة السماء مبروك يا عمر يا عبد الله الشهري ألف مبروك عاد جو النماص الحين ما يحتاج يعطيك العافية جائزة عبارة عن رحلة حج واحدة للعروسين مقدمة من شركة ضحى الحديثة للحج والعمرة لبدء حياة جديدة من المغفرة والسعادة طيب الجماعة يقول باقي واحد طقم ذهب والتفي له يا سما عرسنا الليلة السما والفرح غيث هما والفرح الله الله واهتفي له يا سما ننتقل لرحلة حج للعريسين نشوف الرقم على الشاشة ابدأ 821 ومين مؤيد فايز مجاهد حيو والمدايا يقبس شموس الحب مني الجائزة هنا للاثنين رحلة حج مقدمة من ضحى الحديثة للحج والعمرة وألف ألف ألف مبروك للعريسين على الزواج وأيضا على الحج مقدما تقبل الله منهم إن شاء الله وين مؤيد أشوفه مؤيد ما شاء الله عليك تستاهل تستاهل معقولة يجي صاحبكم ما في تحايا وين طيب الجائزة الآن عبارة أقول ولا لا أقول ولا لا طبعا اللي زوجته تبي تسوق الله يعينه ممكن تاخذ السياره منه فما ادري يعني العريس يمكن يقدمها لعروسته وممكن هو ياخذ السياره ثلاث سيارات هوندا اكسنت مقدمه من شركه محمد يوسف ناغي للسيارات نسحب على السياره خليكم على الرقم شوف 761 تركي عبدو الشميلي
تركي عبد الشميلي. هيو السيارة الأولى راحت لعبدو. يا الله ردد الأفراح يا حرفي وغني وانذري. أنا سامع يا جماعة أبغى أسمع الحين. سيارة ترى باقي سيارتين. سيارة راحت للشميلي. الإخوان في الكنترول أتمنى الأرقام تستمر أكثر وقت، نبغى نحمس الناس شوي. تركي عبد الشميلي وين؟ وينك يا تركي؟ تركي الشميلي مبروك يا تركي، مبروك. سيارة اكسنت هونداي 2019. هنا يا تركي، هنا 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 يا تركي، هنا السيارة برا مو هنا، بتروح هناك. حيو يلا نكمل يا ليت، نشوف الأرقام شوي. يلا تفضلوا. والفرح غيث هما، والفرح غيث 914. فادي سعد محمد. يا الله وين فادي؟ اللي هنا ولا هناك؟ اكسنت 2019 هو الداي استاهل. السيارة الثانية مبروك، ألف 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 مبروك. ورحلة كذا ولا تنسى توديها موسم الطايف اللي يبدأ في 1 أغسطس. سوق عكاظ والهدى والشفا والجو الزين، اكسنت جديدة والمدام جديدة، وأحلى تحية. حيو يستاهل، ألف مبروك. عرسنا الليلة سما، والفرح غيث هما، والفرح غيث هما، واهتفي له يا سما. يلا عينكم على الأرقام يا جماعة، نشوف الرقم الأخير والسيارة الأخيرة وين بتروح؟ وين بتروح؟ 1064 وهيب مبيريك تركي التجاري النجاري. النجاري وينك يا النجاري؟ وينك وينك؟ عرسنا الليلة سما، والفرح غيث هما. أحلى تحية وهيب النجاري. يستاهل. وينك يا وهيب؟ 1064. يا جماعة السيارة تحتاج شوية سرعة. وين؟ بس مو بالسرعة، بالسيارة سرعة عشان تأخذ السيارة. مبروك وهيب. يستاهل يستاهل. 1000 1000 1000 مبروك. يستاهل. ويعطيك خيرها ويكفيك شرها. نشكر حقيقة محمد بن يوسف ناغي هونداي على 3 سيارات المقدمة لعرسان اليوم. ألف تحية لمحمد يوسف ناغي. حيو السماء، والفرح غيث هما، والفرح غيث هما، واهتفي له يا سما. عرسنا الليلة سما، والفرح غيث هما. شوفوا يا جماعة الآن وصلنا لأكبر جائزة عندنا اليوم، وهي عبارة عن شقة تمليك للعرسان. نبي نشوف من العريس صاحب الحظ. الله يوفقكم. وصلت الشقة، شايفين ما شاء الله وش زينة. نبغى تفاعل. نشوف الرقم. 0. تابعوا معي. 1 2 3. 599 مميز. حيو وين التحية؟ أقوى أقوى التحية. يستاهل يستاهل. عبد العزيز هادي حمد حكمي. عبد العزيز وينك يا عبد العزيز؟ عروسة وشقة تمليك واحتفاء عظيم وجميل وجليل يعكس صورة مشرقة لجمعية زواج التي تحتفي بالعرسان وتبذل قصار جهدها. مبروك، ألف 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 مبروك. مبروك يا عبد العزيز، يا حامد، يا حكمي. يستاهل. يعني أنا أعرف أن الفرحة مو سايحة عبد العزيز، لكن الله يجعلها خير عليك. شاء
شكرا 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 يا عبد العزيز، وشكرا لجمعية زواج، شكرا لشركائها اللي ساهموا. الجائزة مقدمة من نسمة، مقدمة من شركة نسمة. شكرا لنسمة اللي قدمت شقة العمر لعبد العزيز. اسمحوا لي أقول كلمة أخيرة، إنه اليوم في هذا الحفل جمعية زواج تسعى بقصار جهودها أن تجعل هناك شراكة بين القطاع الخاص والجمعية لتحقيق التكامل للتنمية الاجتماعية. عرساننا الأفاضل، كل الحضور، بناء الأسرة وصياغة الأبناء الصياغة الجيدة، هذا هو المطلب الأساسي. 98% من المبادرات التي قامت بها جمعية زواج كانت مكللة بالنجاح، وهذا الحمد لله بفضل مجهودات مجموعة من فريق العمل الذي يحتفي ويبذل الكثير. الآن نستاذن سعادة رئيس مجلس الإدارة بتكريم المشاركين. السادة الكرام، مجوهرات بن سلمان، يتفضل الشيخ حسن بن محمد بن سلمان. واهتفي له يا سما، عرسنا الليلة سما، والفرح غيث هما، والفرح غيث هما. انثروا لابيات وردة فوق وردة، وانعشوها البحر في جزرة ومادة. النوارس جوها هالليل رايق، والمواني والمداين والخلايق. مجموعة الضحى الحديثة للحج والعمرة، الأستاذ محمد بن جميل شعراوي. مونستيرا للورود سليمان العقبي الجهني. مخابز وحلويات نعمة، يتفضل الأستاذ محمد عدنان فقيها. مجموعة إيلاف يستلمها الأستاذ أيمن العسيلان. لافونتين فنادق ومجموعات ومنتجعات، يستلمها الأستاذ محمد سعيد العدولة. محمد سعيد العدلوني تفضل. فندق ريدسون بلو سليمان بن منصور العكري. وين التفاعل الشباب؟ خلاص غلقت الهدايا خلاص. ردد الافراح احرف وغني، وانذري عطر الهوى. شركة محمد سعيد للمرطبات الشيخ شوقي محمود سعيد. السماء والفرح غيث هما، والفرح غيث هما. واهتفي له يا سما، عرسنا الليلكي للازياء، استلمها الاستاذ ماجد عبد القوي الفرحان. ايضا سعادة الاستاذ يحيى محمد الشهري، وسعادة الاستاذ ناصر صالح باجبع، وسعادة الاستاذ عبد المحسن مسعود الحربي، وسعادة الاستاذ صالح محمد جميل سرحان، سعادة الاستاذ عبد الله بن علي بن محمد القرني، سعادة الأستاذ أحمد بن محمد بن عبود سكلو. واهتفي له يا سما،
عرسنا الليلة سما والفرح غيث هما والفرح غيث هما انذروا لابيات وردة فوق وردة ونعشوها البحر في جزرة ومادة النوار. شركة تمور المملكة الأستاذ محمد أحمد الصاوي. إذاعة ألف ألف استلم الأستاذ نواف كاري. صحيفة الوطن المواطن الإلكترونية الأستاذ أحمد الفهمي. مكتب عبيد أحمد السهيمي للاستشارات القانونية استلم المحامي عبد الحميد السهيمي. استلم المحامي عبيد أحمد السهيمي. شركة سيافة الدولية للصناعات يستلمها الأستاذ أحمد داود العلوان. والعطور تفوح والقاعة تغني والمدايق بس شموس الحب مني قددي الأفراح يحرفي وغني وانثري عطر الهوى في كل ردد الافراح احرفي وغني والذري عطر الهوى في كل لحني والتفي له يا سما عرسنا الليله سما والفرح غيثها. الان سيتم توزيع جوائز وهدايا مقدمه من جمعيه زواج لجميع عرسان هذا المساء. وين التحيه؟ حيوهم هناك هناك. ردد الافراح احرفي وغني والذري عطر الهوى في كل لحني والتفي له يا سما عرسنا الليله سما والفرح غيث هما والفرح غيث هما واهتفي له يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا شمس تشرق من جديد والهوى صبحه سعيد والعريس حقق طموحه يا عسى عمره مديد يا عسى عمره مديد. شمس تشرق من جديد والهوى صبحه سعيد والعريس حقق طموحه يا عسى عمره مديد يا عسى عمره مديد. اقربينا يا طيور ورددي لحن السرور وافتحي له يا بدور صفحة الحلم البعيد شمس تشرق من جديد والهوى صبحة سعيد والعريس حقق طموحه يا عسى عمره مديد يا عسى عمره مديد.